نبارك لعشاق الحرف والكلمة عودة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعد فترة انتظار طال حقيقة. من خلال هذا المعرض يشارك نادي تراث الإمارات بجناح تراثي وبجناح ثقافي. يضم جناح نادي تراث الإمارات في هذا المعرض إصدارات نادي تراث الإمارات اللي يحتوي على دواوين شعرية والكتب التراثية والثقافية والكتب التي تهتم بتاريخ منطقة الخليج ودولة الإمارات بشكل خاص. ايضا هناك مشاركه من قبل اداره الانشطه والقريه التراثيه المصاحب لفعاليات معرض الكتاب. حقيقه لا نستغني عن التراث، نحن نستمد ثقافتنا واخذ المعلومه من ثقافه من التراث، هذا تراثنا الغني والحي اللي يستفيد منه الباحثين وعشاق الكتاب من تراثنا.